انا هعترف بكل حاجه، هعترف بكل حاجه. الحمد لله على السلامه. انت بخير يا معالي الوزير؟ هو انا لسه وزير يا فندم؟ احنا هنا موجودين في المكان ده بغرض حمايتك مش اكتر. كل ده بغرض حمايتي؟ امال لو كان غرضكوا دنيء كنت عملتوا فيا ايه؟ اتفضل يا فندم، ايدك معاليك، اتفضل. في الحقيقه احنا قبل ما نيجي المعاليك هنا اقتحمنا المكان اللي كان مستخبي فيه سيف الدسوقي، لكن للاسف ما تمكناش من القبض عليه. واحنا بندور في المكان وجدنا ورقه ومكتوب فيها عنوان. بتحرياتنا بقى الخاصه واستعلاماتنا قدرنا نتوصل ان العنوان اللي مكتوب في الورقه ده هو عنوان معاليك، وبالتالي طبعا دخل جوانا الشك وحسينا كده بنيه سيف الشريره او ايه. ده انت هتشوفي ايام سودا. انت بتبص على ايه سيادتك؟ سيادتك خليك معايا يا سيادة اللواء اللي كتب الورقة دي بيضللك. لو سلمت ان هو بيضللنا زي ما انت بتقول، عندك تفسير ليه كاتب عنوانك انت بالذات في الورقة؟ والله لما تبقى تقبض عليه بقى ابقى اسأله. طب في سؤال تاني، بص الخط دوت، تقدر تقول ان الخط ده هو خط سيف؟ ما هو انا لو قلتلك هتفتح تحقيق بقى وتكتب انك اقتحمت شقتي وانك جبت العنوان ده من عند مزرعة ماهر دياب ماهر دياب؟ افهم من كده ان معاليك كنت عارف ان سيف الدسوقي كان مستخبي وهربان في المزرعة بتاعت ماهر دياب، صح؟ لا انا معرفش طبعا، بس انت لسه سيادتك قايل من شوية انك لقيت الورقة دي في مزرعة ماهر دياب. انا؟ لا ما افتكرش، انا ما قلتش اسم ماهر ده على لساني. لا بقى، لا ما تاخذنيش، ده يبقى زهايمر مبكر ولا هو كده جاي في معاده. زهايمر ايه معاليك؟ يعني سيادتك بتسيب اللي هربان هربان وبتكلمني في حتة ورقة؟ طب انت عملت تحرياتك وعرفت ان العنوان اللي في الورقة ده عنواني، تجيني برضو؟ يعني هو بيضللك وانت عادي كده سايبه يضللك؟ يا فندم معاليك، احنا كنا خايفين عليك. وتخاف عليا ليه؟ شايفني واقف يعني تحت شجرة في شارع ولا شاقط واحدة من الشارع؟ اطلعي انت فوق بقى دلوقتي، غوري من قدام السعادة. قالوا انا اللي كنت فاكر ان مونيا نحس دي مونيا سكر. قولي يا سيادة اللواء، انت رفعت البصمات من هناك؟ الحقيقة يا فندم. حقيقة ايه؟ هو انا اللي هعلمكوا شغلكوا برضو؟ ما هو انت لو كنت رفعت البصمات كنت عرفت اذا كان هو اللي موجود هناك ولا مش هو، وكنت عرفت ان اللي كتب الورقة دي بيضللكوا ولا لا. عارف لو وزير الداخلية بلغوا اللي حصل ده هيعمل فيك ايه؟ لا ما تخافش، اصل انا بكره هقابله وهيبقى قاعد جنبي كده على طول في اجتماع مجلس الوزراء، ولو سالني بقى على الدخله الجريئه اللي انتوا دخلتوها عليا دي من غير لائحهم ولا دستور مش هقول له حاجه، هطلع ابن بلد وجدع وهقول له ان سيادتك يعني كنت جاي تزورني كده يعني بشكل ودي على اساس ان انا وانت صحاب، يعني هكدب عليه يعني. ها تمام كده ولا تحب اقول له اي حاجه تانية؟ لو عايزني اقول له اي حاجه تانية قول، ما تتكسفش، احنا اخوات. في واحد اسمه ماهر دياب بيطلع على سعادتك. ذئاب؟ ادي يا سيدي الحراسه اللي جايبينها لي. ادخله؟ يا سلام، يعني سبت الجرمق ده كله يدخل عليا عادي وجاي على ماهر ذئاب ده ومش عايز تدخله؟ دخله. منورين يا رجالة، نبعت نجيب عشاء؟ فيديو. السلام عليكم. ابن حلال مصفي، لسه أنا وسيادة اللواء كنا بنجيب في سيرتك حالا. ويا ترى بالخير ولا بالشر؟ لا ماليش دعوة بقى، هو يقولك. ازيك يا سيادة اللواء؟ أهلا يا فندم. يا ترى لقيتوا سيف الدسوقي ولا لسه؟
وانت مش قلت لي قبل كده انه سافر؟ بس معلوماتي انكم بتدوروا عليه. لان معلوماتي بتؤكد انه ما سافرش يا سياده المستشار. ولا ايه راي جنابك يا معالي الوزير؟ الله يخرب بيت ام معالي الوزير. انا مال انا؟ انا مالي؟ انا ما يهمنيش اصلا اعرف اذا كانت نيل سافر ولا ما سافرش. وبعدين خلاص مفيش في البلد دي غير سيف الدسوقي. خط مين ده يا سياده المستشار؟ والله لو كنت خبير خطوط ما كنتش اتاخرت عليك بالاجابه. تعرف لقينا الورقه دي فين؟ انا ما يهمنيش اللي اعرف. لقيناها في مزرعتك يا سياده المستشار. اوبا الله 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 الله. هو انت بقى اللي هاجمت المزرعه بتاعتي؟ لا لا، هاجمنا ايه؟ كله بالشرع وبالقانون واذن النيابه اهو. هو اذن النيابه ده مش طلع بناء على تعليماتك وتحرياتك الفشنك؟ اذن النيابه ايه يا راجل؟ طيب بقى مكالمه تليفون من بنت شغاله عنده في البيت بتقول اي كلام فساكونيا تخليك تاخد رجالتك وتطلع جري على مزرعتي؟ طب افرض يعني ان هو كشفه والبنت اعترفت له واتفق معاها وخلاها تشتغلك، تقوم انت واخد رجالتك وجاري تفتيش في مزرعه راجل زيي؟ على فكره يا سياده اللواء، الموضوع ده مش هيعدي بالسهوله اللي انت فاكرها. يعدي او ما يعديش، في النهايه انا بادي واجبي وبس يا سياده المستشار. بعد اذن معاليك يا جناب الوزير. مع الف سلامه، مع الف سلامه. نورتوا يا رجاله. على فكره يا سياده اللواء، يعني سياده المستشار صديق قديم برضه ومتعود يعدي عليا في اي وقت، يعني عادي. مفهوم طبعا، ربنا يديم المحبه والمعروف بينكم. هنتقابل تاني ان شاء الله. سلام يا معالي الوزير. نورتوا يا رجاله. نورتني يا سياده اللواء. جاهز للنيابة بكرة الصبح ولا هتكسفنا زي كل مرة؟ سيف فين؟ انت بتسألني انا؟ سيف اختفى يا رياض باشا، ولو ما ظهرش لغاية الصبح محدش يزعل من اللي انا هعمله. طب وبعدين؟ هنفضل كده مش عارفين مكانه لحد امتى؟ يا مامي يا حبيبتي، اهم حاجة انه ما تقبضش عليك. هو ده اللي مطمني ومخليني اقولك اطلعي ارتاحي شوية. النهار طلع وانت لسه ما ارتحتيش من امبارح. انا لا هنام ولا ههدى ولا ارتاح غير لما اشوفه او حتى اسمع صوته. ايه حكايه صوته دي اللي رعباني؟ ليه قصدك ايه؟ مش بقول يقعد المده الطويله دي من غير ما يطمن على امه ولا يكلم حد فينا. انت بتقولي لها ايه؟ ولا حاجه يا طنط، قصدي يا دكتور. انت عارفه حاجه ومخبياها يا هند؟ لا ابدا والله، انا لو اعرف حاجه هقول لك هخبي ليه. كانت بتقول لك ايه يا مريم؟ كانت بتقول لي انها ما تقولي لها هيان بتفكري في ايه. انا بس خايفه يعني لا يكون. لا يكونوا ايه؟ اتكلمي. لا يكونوا خطفوه. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ هو عيل صغير عشان يتخطف؟ هو يعني انت كنت عيله صغيره لما اتخطفتي؟ طب هما يخطفوه ليه؟ عشان يضغطوا عليه وينفذ طلباتهم. انا قلت ما كانش المفروض يروح عند ماهر بعد اللي حصل هنا. حضرتك عندك حق، ما كانش المفروض يروح عند ماهر بعد اللي حصل. اصل اللي خلاهم يقتلوا بتاع اللاندري مش هيخلوهم يراقبوا العربيه؟ ده اكيد راقبوه وعرفوا مكانه، واول ما بقى وحده خطفوه. ده اذا كان كلامك صح. الكلام اللي يرعب ده يا جماعه؟ انا مش قصدي ارعبكم ولا حاجه، دي فكره كده جت في دماغي. ما كنتش قصدي. تعالي هنا، تعالي انا رايحه. ايام ايام ايه؟ انت هتستعبطي؟ فاكره انه هنسيبك بعد اللي عملتيه؟ ايه فاكره نفسك هتهربي وسطينا كده بسهوله؟ يلا ارجعي مكانك. هند روحي اندهي البواب يحبسها عنده في الاوضه لحد ما نفوق لها. اوكي. أنا عايزاك معايا في مشوار مهم. آية اديها مفتاح عربيتك. هتروحوا فين؟ بعدين أقول. يمكن نايمة. بتعرف فرق التوقيت يعني بين مصر وبين هون؟ أو مشغولة مع الباص لأنه عنده مشاكل كتير كبيرة بمصر ولها سبب هي سافرت له. بدك تفهميني إنه سفرها مو هروب؟
ليه بدها تهرب وتترك اهلها هون؟ مين اللي قاعد معك هلا؟ مش انا؟ مين اللي اتصل فيك امبارح وطلب منك انه يقابلك اليوم؟ مش انا؟ وبعدين مين اللي وعدك انه يرجع لك اياها مره تانية لإلك؟ مش انا؟ مين اللي قال لك انه انا بدي اياها اصلا؟ انا بدي مصاريه وبس. هذا اخر انذار يا مدام. شكرا دي بالبند. ميرسي. شكرا تمام. والله يا طنط ابنك هو السبب في كل اللي بيحصل ده. انا ياما حذرته انما هو اللي ركب دماغه لحد ما خايش. حد يجي يقف قدام القطر. وعد مني يا دكتور هخليه يعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. ما خلاص هو بعد العيد بيتفتك حك. الخير اللي كان هيروح له هيروح لغيره وبكره يندم ويقول يا ريتني فت واستفدت. طب احنا عايزين نطمن عليه. طب مش نتعرف الاول؟ مريم. اوعي تكوني مريم اللي جالي مخصوص عشانها يوم ما اتخطفت. انت مريم بتاعت الامارات؟ هي. والله تستاهل مع انك ما خدتيش شوكليت. يا دكتور خليك معايا، انا عايزاك تقف جنبي وتساعدني ارجوك. ده انا ماليش في الدنيا غيره. لو جرى حاجه انا ممكن اموت. ارجوك قدر حالتي الصحيه. والله يا طنط انا لو في ايدي حاجه كنت عملتها مش هتاخر يعني. طب عايزه اشوف او حتى اسمع صوت ده على اساس ان انا اعرف مكانه. ما هو لو انت ما تعرفش مكانه اكيد صحابك يعرفه. صحابي؟ الناس اللي حضرتك بتتكلمي عنهم دول ناس محترمين وبتوع ربنا. يا دكتور انا مش جايه اتكلم في السياسه، انا ام وعايزه ابنها. عموما صحابي لو عرفوا مكانه هيسلموه فورا للبوليس لانهم ما بيشتغلوش مع تجار مخدرات. ما تاخذنيش يا طنط، ابنك اللي عمل في نفسه كده بعناده. تقدري حضرتك دلوقتي تقولي لي مين اللي هيثق فيه بعد اللي اتقال عنه؟ وحتى لو طلع براء مين هيشتغل معاه؟ حضرتك قريتي الجرايد كاتبه عنه ايه؟ شفتي سعر السهم بتاعه وصل لفين؟ عرفتي كم العقود اللي كان ماضيها واصحابها خدوا اجراءاتهم القانونيه عشان يفسخوها؟ بكل اسف يا طنط ابنك انتهى.